يعني زيارات عديدة من رئيس الوزراء إلى بكين، عايزين نعرف أهمية هذه الزيارات، يعني انعكاسها اقتصاديا وسياسيا والآثار الإيجابية ليها. يعني زي ما حضرتك عارف، يعني نيابة عن الرئيس عبد الفتاح الدكتور مصطفى مدبولي شارك في القمة السلمية الافريقية. طبعا الهدف يعني اولا الترويج في المشروعات الاستثمارية المتاحة في مصر، العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، أيضا طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك عارف إن في بعد يعني دايما مصر بتتبناه وهو القارة الأفريقية، بمعنى إن دايما مصر تنادي بضرورة حصول القارة الأفريقية على نصيب عادل من الاستثمارات، من حركة الاستثمارات العالمية، ومن أيضا في نفس الوقت على الدول التي قامت باستثمار عدد من الدول الأفريقية في فترات سابقة أن يعني تلتزم بتعويض الدول الأفريقية فيما يتعلق بعمليات التنمية، فيما يتعلق مثلا بالطاقة الجديدة والمتجددة، تحديث المرافق والبنية الأساسية، لأنه لا يجب كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الأفريقية تدفع الثمن مرتين. صحيح. ده من ناحية. لكن بالنسبة لمصر بنا على سبيل المثال هنلاقي ان رئيس مجلس الوزراء اتفق على كثير جدا من الشركات، يمكن من اهمها تشاينا باور او تشاينا انرجي، ودي بتشتغل في مجالات متعددة وليست في مجال واحد.